أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. ونبتدئ بارت 2 في لكشر 7، وهي المحاضرة الأخيرة في الكدني، وهي مجموعة المحاضرات اللي هي بنعملها لمساندة أو لصالح الأطفال من مرضى السرطان. فنتوقع الله نبتدئ بارت 2 في لكشر 7، وهي المحاضرة الأخيرة في الكدني. وفي هذا الجزء هندرس الأسيد بيز ديستربنس، وهو جزء قصير نسبيا، مع الرينال فانكشن تيست والكرونيك رينال فيلر. اللي عارف ان في كثير من الجامعات العربية ما بيهتموش بيها، لكن احنا بنحب نقول الكورس متكامل. فنتوكل على الله ونبتدي يا اولاد. فهناخد الأسيد بيز ديستربنس دلوقتي مرة أخرى في عجالة. أذكرك إن الـ hydrogen ion concentration، كنا قلنا الـ primary determinant of hydrogen ion concentration في الجسم هو، يلا مين يقول معايا؟ كنا قلنا في part 1 الـ primary determinant of hydrogen ion concentration هو carbon dioxide. يبقى الـ primary determinant of hydrogen ion concentration is carbon dioxide. Carbon dioxide in physical، ويمثله الـ pressure of carbon dioxide over carbon dioxide in chemical، ويمثله الـ bicarbonate. لأن قلت إن الـ pressure of الـ carbon dioxide ده بينتج من الـ CO2 المذاب فقط. بينما أهم صورة للـ chemical carbon dioxide هو الـ bicarbonate. يبقى أول حاجة قلنا الـ primary determinant of hydrogen ion is carbon dioxide. تاني حاجة قلنا إن الـ hydrogen ion concentration is directly proportion to carbon dioxide in physical، ويمثله الـ pressure of carbon dioxide over carbon dioxide in chemical، ويمثله أهم صورة للـ carbon dioxide in chemical وهي الـ bicarbonate. ولأننا تالت نقطة هنقولها يا أولاد إن الـ pH هي negative log to base 10 of hydrogen concentration. يبقى بالعكس الـ pH directly proportional next للكربون دايكسيد in chemical over الكربون دايكسيد in physical. الكربون دايكسيد in chemical وهو البيكربونات over الكربون دايكسيد in physical وهو pressure of carbon dioxide. وأنا هشرح دلوقتي واحد من أهم وأعقد الموضوعات في الطب، وهو الأسيدوزيس والألكالوزيس. تمام يا أولاد؟ فعاوز تركزوا معايا، هو مش معقد، هو بسيط جدا لما تاخدوا بطريقة اللي هشرحها بيها، وهي طريقة مبسطة جدا. قبل ما ابتدي عاوز اقول لك ان الفرق بين كلمة اسيديميا واسيدوزيس دي حاجة هيستوريكال. ان كنا بنقول ان الاسيديميا هي نقص في البي اتش، اسيدوزيس لما يبقى كومبنسيتد اسيديميا لما نصلح. طبعا التو تيرمز النهارده بيستخدمها هما الاثنين بنفس المعنى، اسيدوزيس او اسيديميا. زمان كان يقول لك الاسيديميا قبل التصليح، الاسيدوزيس بعد التصليح، وكذا في الالكاليميا عند الكالوز. دي بقولها في عجاله لان في ناس اللي هي من انصار العقليات القديمه في بعض الزملاء، نبقى يعني تبقى فاهم هما بيفكروا ازاي. ابتدي بالاسيدوزيس يا اولاد، فهمني كويس قوي مع الاسيدوزيس، وحضرتك هتقول لي الالكالوزيس، وأنا بشرحها بإذن الله بطريقة رياضية. قلت إن الـ pH directly proportion to carbon dioxide in chemical يعني البيكربونات over carbon dioxide in physical يعني pressure of carbon dioxide. طيب إن الأسيدوزيس في أبسط صورها لا تعني سوى decreased pressure pH، يعني نقص الـ pH. أسيدوزيس معناها نقص الـ pH تحت 7.35، لأن احنا قلنا إن الـ pH of arterial blood بتبقى 4، لكن في رينج من 35 إلى 7.45. فالأسيدوزيس نقص الـ pH تحت 7.35. طب بص المعادلة من فضلك، وأنا عاوزك أنت يعني مش تتلقى الموضوع، عاوزك تشاركني في الموضوع.
رياضيا يا اولاد، رياضيا لو عاوز انقص البي اتش، ذلك يمكن ان يتاتى باحدى طريقتين، يا اما ان انا ازود المقام فالريشيو تقل اللي هو البريشر اوف كاربون دايوكسيد، او انقص البسط اللي فوق ان انا انقص البايكربونات. وعليه يا اولاد رياضيا يوجد نوعان من الاسيدوزس، نوع سببه زياده البريشر اوف كاربون دايوكسيد، ونوع سببه نقص البايكربونات. تعال نفكر بهدوء، هو ايه اللي ممكن يزود البريشر اوف كاربون دايوكسيد؟ عشان يزيد البريشر اوف كاربون دايوكسيد، مين المنوط بضبط البريشر اوف كاربون دايوكسيد؟ الريسبيريشن. يبقى عشان البريشر اوف كاربون دايوكسيد يزيد لابد من شيئين، ان يبقى في خلل في الريسبيريشن، اعد معايا، ولازم هذا الخلل يبقى في صوره هايبو فنتيليشن. هايبو فنتيليشن فالكربون دايوكسيد يزيد، يبقى عمر ما البريشر اوف كاربون دايوكسيد ما يزيد غير لو كان في خلل في الريسبيريشن وفي صوره هايبو فنتيليشن. عشان كده سموا هذا النوع ريسبيراتوري اسيدوز. افهم ليه؟ يبقى ليه سموه ريسبيراتوري؟ لانه مش ممكن هيزيد البريشر اوف كاربون دايوكسيد الا لو كان هناك خلل في الريسبيريشن، ولازم هذا الخلل يبقى في صوره هايبو فنتيليشن. طب وعليه تعال نقول بقى الكوزس بتاعت الكلام ده. انا بحب اقولها بنظام شديد هتعرفوا امراض بطنة، ناخدها يا اولاد لما تعوز تجيب معلومات كتيره فكر بترتيب. في ريسبيراتوري سنتر بيبعت عن طريق نيرفز ونيورو ماسكولار جانكشن يشغل الماسل يكبر التشيست كيج فالرئه تتسع تاخد الهواء. يبقى الطالب ذكي ممكن يتخيل اسباب الهايبو فنتيليشن. ناخدها من فوق لتحت. السنتر ديبريست، ديبريشن ريسبيراتوري سنتر، زي واحد مثلا واخد حته هيروين ولا حته مورفين افيون ولا حاجه زي كده، يبقى ديبريشن ريسبيراتوري سنتر، او هيد تروما مثلا، او في بوظان في النيرف او في النيورو ماسكولار جانكشن ده المايثينيا جريفيس، او بوظان في المصل، واحد عنده مايوباثي في الريسبيراتوري ماسل، امراض في المصل، او تشيست كيج بايز، يا ماسلز يا بونز فيها بوظان، او اللنج، واحنا عارفين اللنج ديزيزز يا اوبستراكتيف لو كان في الشعب الهوائيه، يا ريستريكتيف لو كان في اللنج بارينكما. انا بصوا انتوا ما عليكوش الاسباب بالتفصيل، بس انا بعلمك لما توصل امراض بطنه ازاي تتوقع اسباب الريسبيراتوري اسيدوز من غير ما تفقد واحده فيهم. مفيش ريسبيراتوري اسيدوز غير لو كان في هايبو فنتيليشن، فتاخدها بالترتيب. سنتر يبعت عن طريق نيرف، نيورو ماسكولار جانكشن، ماسل يشغل التشيست كيج يوسعه، يوسع الرئه فالهواء يدخل. يبقى ممكن بذكاء تتخيل كل الانواع اللي هي مش عليك، بس تبقى فاهم ازاي تديله شويه امثله وازاي في امراض بطنه تجمعهم كاملين. طيب تاني سبب الاسيدوزس اللي هو سبب نقص البايكربونات. ايه هو البايكربونات ده يا اولاد؟ ده عباره عن الالكالي ريزيرف، بيسموه الاحتياطي القاعدي، لان ده اول بفر سيستم البايكربونات. طب امتى يقل الاحتياطي القاعدي؟ نفكر بهدوء. اهم سبب لو حصل ميتابوليك ايرور، خلل في الميتابوليزم، طلع اسيد زياده، فالاسيد دي اتحدت مع البايكربونات نقصتها. يبقى ده الفكر. يبقى لازم عشان يحصل هذا النوع من الاسيدوزيس يبقى فيه ايه؟ غالبا، ما قلتش احب الدقه جدا، غالبا ايرور في الميتابوليزم، طلع اسيد اتحدت مع البايكربونات نقصتها. عشان كده سموه ميتابوليك اسيدوزيس. يبقى الاولاني كان خلل في الريسبيريشن ولازم يبقى في صوره هايبو فنتيليشن عشان يزود البي سي او 2 فسموها ريسبيراتوري اسيدوزيس. الثاني خلل في الميتابوليزم، طلع ايرور في الميتابوليزم، طلع اسيدز اتحدت مع البايكربونات نقصتها، عشان كده سموه ميتابوليك اسيدوزيس. ايه اهم بقى هنا اربع اسباب في العالم الميتابوليك اسيدوزيس؟ اهو الاربعه دول. مرض الدايبيتس ميليتس، لان زي ما بقول مفيش انسولين يحرق كربوهيدرات، فهحرق عوضا عنه فات بدون كربوهيدرات. هذا هو الوسط الامثل لانتاج
كيتو اسيدز اسيتو اسيتيك اسيد بيتا هيدروكسيبيوتريك اسيد هتتعب مع الميكروبات نقصها تدي ميتابوليك اسيدوز. تاني نوع شوك سيركيلاتري شوك، يبقى في الشوك بيحصل استجنيشن بلاد فبيحصل اكيوميليشن اوف لاكتيك اسيد لاكتيك اسيد لاكت اسيدوزس هتتعب مع البايكربونيت اللي هو الالكازيرفي قللها. او لوس اوف انستاينال كونتنت، واحد عنده سيفير دهريه بيفقد الانستاينال كونتنت اللي هي بايكربونيت يبقى فقدها في الـ في الـ في الستول. او رينال فيلير فقد البايكربونيت في اليورين، يبقى في السببين التانيين يا اما فقدنا البايكربونيت في الستول زي في سيفير دهريه او فقدناها في اليورين زي في رينال فيلير. تمام، يبقى ده الكوزس. طب نيجي بقى، ولان الحياه ممكنه في حدود ضيقه من البي اتش، because life is compatible within a very narrow range of pH changes. قلنا الحياه ممكنه ما بين، فاكرين الرقم لسه قايلينه في بارت 1، 6.8 and 8. لذيذه في الحفظ حتى 6.8 and 8. فعشان كده الجسم سيسعى جاهدا لارجاع البي اتش باك تو نورمال اللي هو السهم الاحمر. يبقى السهم الاسود لما نقص البي اتش ده اسيدوزس الكوزس، انما ده اسمه كومبنسيشن، هنرجع البي اتش باك تو نورمال. طب تعال نفكر بهدوء شديد ازاي كنا بنرجعها في بارت 1. ان احنا الاول الاسيد دي نعادلها بالكيميكال بافرز، دي كانت طريقه. هنا في طريقه ثانيه لطيفه قوي، بص لشقاي النسبه. اذا في ريسباتور اسيدوزس زاد المقام، يبقى الحل عشان تعتدل النسبة تزود كمان البسط. يعني ما هو لما شقي النسبة يزيد وهما الاثنين زادوا هما الاثنين، يبقى النسبة تظل ثابتة على ما هي عليه. طب اذا كان في ريسباتور السبب زيادة البريشر اوف كاربون دايكسايد، يبقى نعمل ايه؟ يبقى الكلية زي ما شفنا في بارت 1 تري ابزورب بايكربونات، ويسموا ده رينال كومبنسيشن. رينال كومبنسيشن ان الرئه باظت فزاد منها، حصل هايبوفنتليشن زود البريشر اوف كاربون دايكسايد، فالكليه الدوريه تزود هي كمان الباي كربونيه. لما يزيد شقاي النسبه تستقيم النسبه. بالعكس في الميتابوليك كان سببه ايه؟ نقص الباي كربونيت. طيب يبقى تعمل ايه؟ الرئه في هذه الحاله بقى تنقص اللي تحت، تعمل هايبرفنتليشن. فلما شقاي النسبه الاثنين يقلوا، الاثنين قالوا تستقيم النسبة، يبقى تعمل الرئة هايبر فنتيليشن، يبقى يسموا ده ريسبيراتوري كومبنسيشن. طبعا ده يا اولاد بالاضافة ان ممكن الكلية كمان تزود بايكربونيت باك تو نورمال، انما خلينا في دي. يبقى لاحظت في ايه؟ يبقى انا قلت لكم معلومة بمليون جنيه هقولها دلوقتي يا اولاد، ان في الريسبيراتوري اسيدوزيس او في الميتابوليك اسيدوزيس ايه فكرة الكومبنسيشن؟ أن نحدث، افتح ودانك، تغير مماثل مش مخالف في الشق الآخر من النسبة لتستقيم النسبة. يبقى فكرة الكمبنسيشن أن لو اللي تحت زاد زود لفوق، رينال كومبنسيشن، لو اللي فوق نقص ننقص اللي تحت، ريسبيراتوري كومبنسيشن. عشان كده قلنا يا أولاد أن في الدياجنوزيس أدام هما الاثنين بيتغيروا بنفس الاتجاه يبقى كفاية نقيس واحد منهم، عشان كده قلنا 2 of 3. طيب تعالى بقى اللابوراتوري دياجنوزيس، عاوزين جالنا عيان وجايبين لنا عينة دم، عاوزين نشخص العين ده أسيدوزيس ولا ألكالوزيس، وإذا كان أسيدوزيس هل هو ريسبيراتوري ولا ميتابوليك. عشان تقول هو أسيدوزيس ولا ألكالوزيس تقيس البي اتش بالبي اتش ميتر، جهاز بيقيس البي اتش، حط الالكترود في عينه الدم يقيس لك البي اتش. لو لقيت البي اتش تحت ما باكلش ولا امل، تحت 7.35 يبقى اسيدوزس، اني بي اتش بيلو 7.35 تبقى اسيدوزس اللي هو موضوعنا دلوقتي. بعد شويه اذا كان فوق 7.45 تبقى الكالوزس. يبقى البي اتش جاوبني هل هي اسيدوزس ولا الكالوزس؟ لقيت البي اتش قليله تحت 7.35 فقلت اسيدوزس. يبقى السؤال الاخر، طب هل هي ريسبيراتوري ولا ميتابوليك؟ لطالب ذكي لاحظ الاتي، ان شقي النسبه بيزيدوا في الريسبيراتوري وبيقلوا في
ميتابوليك. يبقى قيس لطالب اذكى احد شقي النسبه. ليه قلتها 100 مره؟ لانه الكربون دايكسايد والبايكربونيت undergo the same changes. يا هما الاثنين يزيدوا في الريسباتوري يا هما الاثنين يقلوا في الميتابوليك. يبقى نقيس احد شقي النسبه. عشان كده قلنا 2 of 3. تقيس البي اتش ادي واحده وتقيس واحد من شقي النسبه ادي الثانيه. عشان كده قلنا 2 of 3. طب ليه ما بتقيس الاثنين؟ لان هما الاثنين هينقصوا هيزيدوا. ليه تضيع فلوس العيان؟ فلو حضرتك لقيت البريشر اوف كربون دايكسايد زايد واللي هو كام؟ لا اكل ولا امل، اللي هو قلت نورمالي 40 بس في رينج من 35 ل 45. فلو لقيته فوق 45 يبقى البريشر اوف كربون دايكسايد زايد. وتقيس الالكال ريزيرف او الالكازير، مش دي او مش الاثنين، او الالكازير اللي هو نورمالي كام؟ من 22 ل 26. لو لقيته فوق 26 يبقى زايد من الايكوفالنت بير ليتر. فلو لقيت واحد من الاثنين زايد يبقى ده على طول ريسبيراتوري اسيدوز. انما لو لقيتهم واحد فيهم، او طبعا هما الاثنين بس احنا بنقيس واحد ناقص، يبقى ده ميتابوليك اسيدوز. يبقى كيف نشخص الاسيدوزس؟ بقياس البي اتش والبي اتش ميتر. تحت البي اتش واطيه واطيه تحت 7.35 يبقى ده على طول اسيدوز. طب اعرف هل هي ريسبيراتوري او ميتابوليك؟ بقياس احد شقي النسبه. لو لقيتهم ناقصين يبقى ميتابوليك، لو لقيتهم زايدين تبقى ريسبيراتوري. حفظتها الاجيال بطريقه جميله لان ده واحد من اشهر الاسئله في الام اس كيو وفي المعادله الامريكيه. عشان بدل ما تقعد تفكر كان زادوا فين ونقصوا فين، بقولها بطريقه فيها مزاح لا يمكن هتنسوها ما حييتم. فقلت دائما ابدا، هي عربي على انجليزي يا اولاد، الميتابوليك بحرف الميم مع المنطق بحرف الميم. ميتابوليك مع المنطق، الريسبيراتوري عكس المنطق. يعني ايه؟ طالب يقول لي فهمنا الجمله اللي قلتها دي. لو انا قاعد على قهوه تلي تفتكر في حاله اسيدوزس، انا ما اعرفش ان في نوعين، قاعدين على قهوه بنتسامر، قلت لي تفتكر في الاسيدوزس الالكالي ريزيرف يحصل له ايه؟ انا عنده اسيدوزس يحصل ايه في الاحتياطي القاعدي وهو عنده اسيدوزس؟ نفسه اقول يقل، هو ده الميتابوليك. يبقى في الاسيدوزس المنطق يقول في الاسيدوزس ان الاحتياطي القاعدي، الاحتياطي القاعدي في اسيدوزس يقل، يبقى ده الميتابوليك. انما واحد عنده اسيدوزس والاحتياطي القاعدي زايد يبقى ده ريسبيراتوري. فجمله تنسى حفظتها الاجيال، الميتابوليك مع المنطق والريسبيراتوري عكس المنطق. يبقى في اسيدوزس مخي يقول لي الالكالي ريزيرف ينقص يبقى ده ميتابوليك، انما في اسيدوزس والالكالي ريزيرف زايد يبقى ده ريسبيراتوري. طيب نيجي للكلينيكال دياجنوز يا اولاد، وبقولها في جمله فيها مزاح برضو، في اصغر وحده ريفيه، في وحده كفره بطشت، في بلد اسمها كده حيث لا امكانيات معمليه. انت قاعد في وحده ريفيه صغيره خالص ما فيش فيها معمل ولا حاجه، لكن يوجد في مخك في الجمجمه مخ مش مهلبيه، حتى جمله فيها سجع اهو، في اصغر وحده ريفيه حيث لا امكانيات معمليه، ولكن حضرتك عندك مخ مش مهلبيه، ممكن الوصول لنفس الدياجنوز من غير اي معمل. واحد يقول لي ازاي؟ تعال اعلمك. من يقوم مقام البي اتش ميتر؟ مين اللي بيقيس البي اتش في الجسم؟ السي ان اس. كنا قلناها، ارجع لمحاضرات السي ان اس، قلت الاسيدوزس يا اولاد بيديبرس السينابتيك ترانسميشن، وفهمتها لكم ليه؟ لو جسمي لو اشتغل يطلع اسيدز. طب لو انا عندي اسيدوزس يبقى الجسم عاوز ايه؟ الاسيدوزس عشان كده ربنا خلاها تنهبت السينابتيك ترانسميشن، فالشخص في النهايه يبقى دراوزي وفي النهايه خالص يبقى كوماتوز، فما يتحركش، لان اي حركه هتنتج اسيدز، المسل بتطلع لاكتيك اسيد وهو اوريدي عنده اسيدوز. ديس واي ربنا سبحان الله خلى الاسيدوزس تديبرس، شرحناها في محاضرات سي ان اس، السينابتيك ترانسميشن، فيقف كل العضلات في الجسم. واحد عنده اسيدوز مش عاوز يطلع اسيدز، فانديبريس السينابتيك ترانسميشن، يبقى مفيش، يركض الشخص دراوزي وفي الاخر يبقى كوماتوز بلا اي حوار.
يبقى زي ما بقولها لو لقيت العيان متدهول يعني دراوزي او كوماتوز يبقى دي حاله الاسيدوزس. الاسيدوزس وقفت السينابتيك ترانسميشن عشان ما يتحركش. مش قلنا الله يداوي والطبيب ياخذ الاجر؟ اعراض المرض الجمله اللي حفظتها لاجيال تفيد في شفائه. ان انا ما يبقى عندي اسيدوزس المصلحه ان انا ما اتحركش عشان ما انتجش اسيدس، ان اريد عندي اسيدس. فربنا خلى الاسيدوزس تديبريس السينابتيك ترانسميشن فالعيان يدهوي، يبقى دراوزي اور ايفن كوماتوز. فلو دخلت على لقيته دراوزي او كوماتوز يبقى دي حاله اسيدوزس. طب مين يقول لي ميتابوليك ولا ريسبيراتوري؟ مين اللي جاوب السؤال ده؟ النفس. ودائما ابدا حفظتها الاجيال، الميتابوليك مع المنطق. احنا اتعلمنا في الريسبريشن الاسيدوزس بتستيميليت الريسبريشن، فلو لقيت العيان كوماتوز يبقى ده اسيدوزس والريسبريشن استيميليتد يسموا ده ميتابوليك اسيدوزس. عنده اسيدوزس، اسيدوزس اللي المفروض تستيميليت الريسبريشن وفي نفس الوقت الريسبريشن انهبيتد، يبقى ده عكس المنطق، يبقى ده ريسبيراتوري اسيدوزس. الميتابوليك مع المنطق والريسبيراتوري عكس المنطق. عيان مدهول مين اللي بيقل؟ دراوزي وفاينالي كوماتوز. مين اللي بيدبريس السينابتيك ترانسميشن؟ اللي يبقى عنده اسيدوزس، عنده اسيدوز. طب تعرف هل هي ريسبيراتوري ولا ميتابوليك ازاي؟ بص للرئه للريسبريشن، لو لقيت العيان المنطق يقول الاسيدوز بيستيميت ريسبريشن في حاله هايبر فنتيليشن حتى يسموها كوزمول بريذنج يبقى وهو كوماتوز يبقى ده ميتابوليك. انما عيان عنده اسيدوزس، اسيدوزس والريسبريشن انهبيتد عكس المنطق يبقى ده ريسبيراتوري اسيدوز. واللي ما فهمنيش مع الاسيدوزس عنده فرصه احسن يفهمني تاني مع الالكوزس، او اللي فهمني يراجع هو. هعيد نفس الجمل، من هو ما بزهقش ولا اكل في موضوع من اهم المواضيع في الطب. من هو البرايمري ديتيرمنت اوف هيدروجين ايون كونسنتريشن ان ذا بودي؟ كربون دايكسايد، لان الهيدروجين ايون كونسنتريشن از دايركتلي بروبورشنال تو الجمله الثانيه. كربون دايكسيد ان فيزيكال ويمثل البريشر اوف كربون دايكسيد اوفر كربون دايكسيد ان كيميكال ويمثل البايكربونات، لان معظم الكربون دايكسيد في صوره بايكربونات. الجمله الثالثه، طب البي اتش بقى لو غيرته كتبت بي اتش هي نيجاتيف لوج، نيجاتيف لوج اوف هيدروجين ايون كونسنتريشن تو ذا بيس 10، يبقى تتعكس ادام نيجاتيف لوج. يبقى البي اتش از دايركتلي بروبورشن تو كاربون دايكسايد ان كيميكال، ان كيميكال ويمثل البايكربونات، لان معظم السي او 2 ان كيميكال في صوره بايكربونات. اوفر كاربون دايكسايد ان فيزيكال ويمثل البريشر اوف كاربون دايكسايد، لان الكاربون دايكسايد المذاب، المذاب هو بس اللي بيدي بريشر. طيب دي كانت مقدمه، نبتدي بقى الموضوع. طب يعني ايه الكالوزس؟ ان الالكالوزس في ابسط صورها لا تعني سوى increase the pH. فوق كام؟ افتح ودانك. 7.45 ده معنى الكالوز. طيب من واقع النسبة رياضيا ازاي تزيد ال pH؟ طريقة من اتنين، ينقلل اللي تحت المقام، ينزود اللي فوق اللي هو البسط، وعليه يوجد نوعان من الالكالوزس. نوع سببه نقص اللي تحت المقام اللي هو البريشر اوف كاربون دايكسايد. يبقى في هذه الحاله مين اللي كان مفروض يظبط البريشر اوف كاربون دايكسايد؟ الريسبريشن. معنى انه نقص، خد بالك للاسكاف فقط، ان في خلل في الريسبريشن، وهذا الخلل لازم يبقى في صوره هايبر فنتيليشن فينقص. يبقى لازم الخلل في الريسبريشن او في صوره هايبر فنتليشن يبقى نسميه ريسبيراتوري الكالوزس. طب ايه بقى اللي يعمل هايبر فنتليشن؟ واحد في الهاي التيتيود في نقص اوكشن فاضطر يعمل هايبر فنتليشن عشان يجيب اوكشن، فعمل ووش في الكربون دايكسايد، صلح حاجه وبوظ حاجه، او ايرلي ان اكسرسايز، او في الفيفر لما الواحد بيسخن بيحصل هايبر فنتليشن، او في المنجايتس التهاب المنجيس بتريتيت ريسبيراتوري سنتر بتعمل هايبر فنتليشن،
او واحد عنده هستيريا سايكولوجيكال ديستربنس بيبقى عنده ديشنيا انكزايتي. مش مهم الليسته بتاعت الكوز انت تحفظ واحد او اتنين منهم، انما تحفظ السبب الاساسي ان عشان يبقى ريسبيراتوري الكالوزيس لازم يبقى الخلل في ريسبريشن وفي صوره هايبر فنتليشن عشان يؤدي الى نقص في البريشر اوف سي او 2. طب النوع الثاني زياده في البايكربونات، حاجه ميتابوليك اهي فيسموها ميتابوليك الكالوزيس. طب ايه اللي يزود البايكربونات؟ في عندي خمس اسباب مهمه برضو ما تحفظهمش كلهم، بندي كمثال. ايه اللي زود الالكينه؟ فقدت اسيد، لما افقد اسيدز بتاع المعده جاستريك اتس الا افقده عندي بيرزيستنس برونجد فوميتنج. بيرزيستنت يعني دائم، برونجد يعني برضو لمده طويله بنفس المعنى، بيرزيستنت او برونجد فوميتنج. هفقد اتس ال فقدت او ماذا يحصل لي الكالوس؟ دايوريتكس بنفس الفكره، دايوريتكس يا اولاد بتعمل الكالوزيس. ده بقى الفكره معقده شويه. في نوعين من الدايوريتكس، ده للناس البوست جراديويت يعرفوها، نوعين من الدايوريتكس بيؤدوا لهذا الكلام، اللي هم ايه؟ الثايازايدز اللي هم بيسموهم الووتر بيلز اللي هم مدر البول، خلاص، واللوب دايوريتك اللي هو اشهر واحد الليزكس. بيؤدوا الاثنين دول ان احنا نفقد هيدروجين وبوتاسيوم، تمام؟ فيتنشط، ده للبوست جراديو بس، يتنشط الرينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم. فلما يتنشط هذا السيستم كنتيجة لفقدان البوتاسيوم والهيدروجين يتنشط السيستم ده. السيستم ده بيعمل ايه يا اولاد؟ الالدوستيرون في النهاية بيعمل ايه؟ بيزود الصوديوم اللي هو في صورة صوديوم بايكربونيت، فيزيد الصوديوم بايكربونيت فيدي الكالوزيس. ده التفسير ليه الدايوريتكس تدي مش للاندر جراديت، بقوله للبوست جراديت. او هايبو فوليميا او هايبوكاليميا، تحفظوا مع بعض، بيؤدوا الى ميتابوليك الكالوز، يبقى دي كمان اثنين. او كوشنج او كونز، ما هو نفس الفكره، كوشنج والكونز، الكونز بيزيد الالدوسترون والكوشنج بيزيد الكورتيزول اللي هو عنده الدوسترون لايك اكشن. الدوسترون يعني هيزود الصوديوم، ما هو بيمتص الصوديوم بالالدوسترون، والكورتيزول زيه عنده ويك الدوسترون لايك اكشن، يبقى الكوشنج بتاع الكورتيزول والكونز بتاع الالدوسترون بيعملوا الكالوزيس. التفصيلات دي بقولها شويه للبوست جراديت مش اندر جراديت. انت الاندر جراديت يعرفوا المين كوز، هنا نقص البريشر اوف كاربون دايوكسيد بسبب هايبربليشن، هنا زياده البايكربونيت. طيب ازاي نعمل لابوراتوري دايجنوز؟ بنقيس حاجتين من ثلاثه. العينه منين تاني؟ ما بزهقش، قلتها في بارت 1، عينات البي اتش وعينات البلاد جاسز لا اكل ولا امل، بس اعلم ناس كويس. طب كل العينات في الطب تتاخد فينس ما عدا موضوعنا النهارده، عينات البي اتش وعينات البلاد جاسز لازم تتاخد ارتيريال. عاوز تعرف ليه؟ راجع بارت 1 في الم... في الم... في, الم... في المحاضرات، خلاص، في نفس المحاضره، المحاضره السابعه في كيني. طيب بي اتش ميتر، او اسف انا بدات على الدايجنوز، لا انا الاول اقول الكومبنسيشن يا ولد، انا اسف. الكومبنسيشن قلنا because life is compatible within a very narrow range of pH changes، لأن الحياة ممكنة في حدود ضيقة من التغير في pH، عشان كده سيسعى الجسم جاهدا لإرجاع pH back to normal، لأن الحياة ممكنة في حدود ضيقة من التغير في pH، فالجسم بيسعى جاهدا لإرجاع pH back to normal. طيب فإذا كان السبب في الريسبيراتوري نقص البريشر اوف كاربون، الأول قلنا هنعادل بالكيميكال بافرز، لأن الكيميكال بافرز ممكن تعادل الأسيدز وممكن تعادل الألكلز، لأنها متكونة من حاجتين، ويك أسيدز يعادل الألكلي وملحوه مع قاعدة قوية تعادل الأسيدز، وقلنا ليه في بارت 1. فيبقى أول حاجة في الكومبنسيشن وأسرع حاجة الكيميكال بافرز، لأنها بتشتغل ودين فراكشن اوف سكندز. طيب اذا كان السبب نقص البريشر اوف كاربون دايوكسيد، يبقى الحل عشان نظبط النسبه ان احنا اللي تحت قل نقلل كمان اللي فوق، يعني نحدث تغير مماثل في الشق الاخر بالنسبه، هما الاثنين لما يقلوا النسبه ترجع تبقى نورمال.
طب مين يقدر ينقص الصوديوم البايكربونيت؟ الكليه بقى. يبقى تعمل العكس اللي شرحناه في بارت 1، ما تمتصش البايكربونيت، تسيب البايكربونيت انزل في اليورين. يبقى البريشر اوف كاربون دايكسايد ناقص ذا كوز، وفي نفس الوقت السهم الاحمر الكليه نقصت البايكربونيت، الاثنين نقصوا تستقيم النسبه. طب بالعكس لو كان ميتابوليك زاد البايكربونيت، يبقى الحل في هذه الحاله ان احنا نزود، زاد اللي فوق نزود كمان لتحت. يبقى الرئه في هذه الحاله تعمل هايبوفنتيليشن، فالبريشر اوف كاربون دايكسايد يزيد، يبقى الاثنين زادوا فالنسبه ترجع للنورمال. يعني قلت يا اولادي الفكره سهله جدا، ان نحدث تغير، افتح ودنك، مماثل مش مخالف، مماثل في الشق الاخر من النسبه حتى تستقيم النسبة. فكرة جميلة خالص. يبقى ده الكمبنسيشن. يبقى انت الكوز كان احد شقاي النسبة تغير. طب الكمبنسيشن انك تغير الشق التاني بنفس الطريقة. لو اللي فوق نقص او زاد تزود لتحت. لو اللي تحت نقص تنقص اللي فوق. يبقى شقاي النسبة تغيروا بنفس الطريقة، يبقى النسبة تستقيم وتقعد ثابتة اللي هي البي اتش. طب نيجي بقى لللابوراتوري دياجنوزيس. قلنا العينات ناخدها منين يا اولاد؟ ارتيريا. خلاص؟ والنقطة الثانية نقيس ايه؟ 2 اوف 3 ما بزهقش بس اطلع فاهم. أول حاجة لازم نقيسها البي اتش ميتر. بي اتش بجهاز اسمه بي اتش ميتر، مقياس البي اتش. حط الكترود في عينة الدم. لو لقيت البي اتش افتح ودنك. فوق 7.45. فوق 7.45 البي اتش زايده اهي، يبقى 100% ده عنده الكالوز بالبي اتش ميتر. طب ازاي اعرف ميتابوليك ولا ريسبيراتوري؟ لطالب ذكي لاحظ ان شقاي النسبه بيقلوا في الريسبيراتوري وبيزيدوا في الميتابوليك. يبقى بقياس لطالب ذكي، بقياس احد شقاي النسبه، ينقيس البريشر اوف كاربون دايكسايد اللي هو من، قلنا من كام؟ من 35 ل 45 مليمتر مركري، او نقيس البايكربونيت اللي هو ما بزهقش عشان تحفظ ان اعداد خطيره 22 ل 26 22 ل 26 ملي ايكوفيلنت بير لتر، نقيس واحد في الاثنين دول. لو لقيتهم ناقصين يبقى ده ريسبيراتوري، زايدين يبقى ده ميتابوليك. هفصلها الاجيال بطريقه لطيفه جدا. انه دائما ابدا، ودي السؤال اللي بيلخبط الطلبه هنا وفي امتحانات المعادله الامريكيه والكنديه والاستراليه، انه الطالب بيجي له البي اتش زايد يبقى على طول ده الكالوز، بس يبص في نتائج البريشر اوف كاربون دايكسايد او الالكيزيف ما يعرفش انتربريت. فقلتها بطريقه لا تنسى، عربي على انجليزي، دائما ابدا الميتابوليك مع المنطق، الميم مع الميم، ميتابوليك مع المنطق، والريسبيراتوري عكس المنطق. وقلت واقولها تاني، لو احنا قاعدين على قهوه وقلت لك عيان عنده الكالوزيس، انت ما تعرفش ان في نوعين من الكالوزيس، باتيو ميتابوليك، تفتكر العيان اللي عنده الكالوزيس الالكالي ريزيرف عنده ايه؟ اللي عنده الكالوزيس، الالكالوزيس، يبقى الالكالي عنده ايه؟ نفسي اقول يزيد، هو ده الميتابوليك. يبقى الميتابوليك مع المنطق، انما عيان عنده الكالوزيس والالكالي ريزيرف قليله عكس المنطق، يبقى ده ريسبيراتوري. وقلت ليه بنقيس واحد من الاثنين؟ لان هما اندرجو ذا سيم تشينجز، يا الاثنين يزيدوا يا الاثنين ينقصوا، فعشان كده كفايه نقيس واحد اثنين. خلاص؟ يبقى تاني الميتابوليك مع المنطق والريسبيراتوري عكس المنطق. انا عنده الكالوزيس، نفسي اقول يبقى الالكالي كتير، امال ليه عنده الكالوزيس؟ عشان الالكالي كتير ده الميتابوليك. انما عنده الكالوزيس والالكالي زيرو قليل يبقى ده ريسبيراتوري. نيجي بقى الكلينيكال دايجنوزيس. قلت في اصغر وحده ريفيه حيث لا إمكانيات معملية، ولكن حضرتك عندك مخ مش مهلبية، ممكن توصل؟ ممكن أوصل.
من يقوم مقام البي اتش ميتر؟ يقول لك هي اسيدوزس ولا الكالوزس؟ السي ان اس، السينابس. لو العند عنده الكالوزس يبقى المصلحه تقتضي انه العين يتحرك لان عنده الكالوزس فيطلع اسيدز تعادل الالكال. مش هو عنده الكالوزس؟ يبقى المصلحه ان السينابس تشتغل اكتر والسينابس يحصلها ستيميليشن ويتحرك اكتر فيطلع اسيدز تعادل الالكالوزس. فعش كده العين يحصل له تريمورز وتيتاني وكونفالشنز. فلو لقيت العين متهيج يبقى دي حاله الكالوزس، السينابس ستيميليتد عشان تطلع اسيد يبقى ده عنده الكالوزس. لكن لو قلت عم الدهول دراوزي زي ما قلنا او كوماتوز يبقى ده حاله اسيدوز. طبعا في حاجات تانية بس انا بقول حاجات البسيطه الاندر جراديو، انما حتى في كل قاعده شويه اكسبشنز بس مش عاوز اقولها، وبرده في الاكسبشن الاثنين يزيدوا مع بعض الاثنين يقلوا، في شويه اكسبشن مش هقولها غير لو بندرس دكتوراه، مش عاوز الخبطك. انا بديك المعلومات البيزك اللي هي بتغطي 99% من الحالات. يبقى العام متهيج يبقى عاوز يطلع اسيد لانه عنده الكري يبقى ده الكالوز. طب من يقوم مقام الريسبيراتوري او الميتابوليك؟ تعرفها زي بص للنفس، ودائما ابدا الميتابوليك مع المنطق. لو انا قلت لك عن عنده الكالوزس، احنا اتعلمنا في الريسبريشن ان الالكالوزس بتديبرس الريسبيراتوري سنتر. فلو لقيت العين عنده الكالوزس وريسبريشن انهبيتد يبقى ده ميتابوليك. الكالوزس، الكالوزس اللي بتديبرس الريسبريشن والريسبريشن زياده هايبر فنتليشن يبقى ده ريسبيراتوري. يبقى دائما ابدا الميتابوليك مع المنطق، مفروض الكالوزس تنهبت الريسبريشن. فلو لقيتها في حاله هايبر فنتليشن يعني ماشيه مع المنطق، الكالوزس بتنهبت يبقى ده ميتابوليك. لو لقيته الكالوزس، الكالوزس وعنده هايبر فنتليشن يبقى ده ريسبيراتوري. في جمله في الام اس كيو بتيجي في المعادلات تبقى عارفها، ان في الريسبيراتوري مكتوبه تحت خالص في الجدول الريسبيراتوري كومبنسيشن از ليس باورفول ان ميتابوليك الكالوزس ذان ان ميتابوليك اسيدوزس. يعني ريسبيريشن بيبقى في الكالوزس ليس باورفول في الكومبنسيشن بتاعه عن الميتابوليك اسيدوز. يعني مقدرتك انك تعمل هايبرفنتليشن اكثر بكثير من انك انت تعمل هايبو فنتليشن لان حضرتك محتاج اكسجين. ده واحد من اهم الموضوعات وتراجعوه كويس قوي يا اولاد، وهقولها تاني في عجاله على ناحيه الاسيدوزس، في عجاله بدون ديتيلز. هاخد نقط بقى المهمه، مش هاخد ثلاث نقط، قلت ان او تعال نقولهم الثلاث نقط. البرايمري ديتيرمنت اوف هيدروجين اين هو الكربون دايوكسيد، نقطه اولى. الهيدروجين اين بروبورشنال تو كاربون دايوكسيد ان فيزيكال هو البريشر اوف كاربون دايوكسيد اوفر كاربون دايوكسيد ان بايكربونات، اللي هو اهم صوره للكيميكال. الجمله الثالثه بقى اللي بتعنيني، يبقى البي اتش هو النيجاتيف لوج يبقى نعكس بروبورشنال تو البايكربونات اللي هو السي او 2 ان كيميكال على البريشر اوف كاربون دايوكسيد اللي هو السي او 2 ان فيزيكال. نبتدي الموضوع. الاسيدوزس في ابسط صورها نقص البي اتش. طيب يبقى ده رياضيا يمكن ان يتاتى باحدى طريقتين، عشان ننقص البي اتش ينزود اللي تحت اللي هو المقام البريشر اوف كاربون دايوكسيد، ينقص اللي فوق اللي هو البايكربونات. يبقى رياضيا لابد ان يوجد نوعان من الاسيدوز. امتى يزيد البريشر اوف كاربون دايوكسيد؟ قلنا لابد يبقى في مين اللي كان المفروض يظبط بريشر اوف كاربون دايوكسيد؟ خلل في الريسبريشن وفي صوره هايبوفنتيليشن، عشان كده سموه ريسبيراتوري اسيدوز. انما امتى مفروض يقل الالكازير؟ خلل في الميتابوليزم، ايرور في الميتابوليزم بينتج عنده اسيد تتحد مع الالكازير بتنقص، عشان كده سموه ميتابوليك اسيدوز. وهذه الاسباب. طيب قلنا الحياه ممكنه في حدود ضيقه من التغير في البي اتش. لو الجسم بيسعى جاهدا انه يرجع البي اتش باك تو نورمال. طب ازاي؟ احنا قلنا ان الكنترول بتاعت حاجات بالكيميكال بافرز وفي رينال كومبنسيشن وريسبيراتوري كومبنسيشن، ادي التلات حاجات. كيميكال بافر، رينال كومبنسيشن بتعني بالبايكربونات، ريسبيراتوري كومبنسيشن بتعني بالبريشر اوف كاربون دايوكسيد. طب تعال نفكر بهدوء، لو كان السبب زياده المقام البريشر اوف كاربون دايوكسيد يبقى الحل ان الكليه تزود البسط. يعني النحد زي ما قلت يا اولاد تغير مماثل في الشق الاخر من النسبه، ف
فلما الاثنين يزيدوا النسبه تستقيم. ففي الريسبيراتوري المهم هو رينال كومبنسيشن، زاد البي سي او 2 فالكليه تزود كمان البايكربونات. طب في الميتابوليك نقص البايكربونات، يبقى المهم هو الريسبيراتوري كومبنسيشن اكتر، ولكن برضه في رينال كومبنسيشن، انه نقص البي سي او 2 يبقى في هايبر فنتيليشن. يبقى فكره الكومبنسيشن ايه يا اولاد؟ ثلاث حاجات في الاول، ان احنا نشتغل بالبفر ورينال وريسبيراتوري كومبنسيشن، وقلنا ريسبيراتوري بتظبط البي سي او 2 بينما رينال بتظبط البايكربونات. طيب الفكره بقى ان نحدث، افتح ودانك، تغير ايه؟ اسمع منكم مماثل في الشق الاخر من النسبه لتستقيم النسبه. طب نيجي اللابوراتوري. الاول في سؤالين، عينه الدم اقول ده اسيدوز ولا كلوز، ده السؤال الاول، يبقى لازم اقيس حاجه. وبعدين اقول هل هو ريسبيراتوري ولا ميتابوليك، يبقى اقيس حاجه تانية. فبنقيس 2 اوت اوف 3 فين؟ في الارتيريا بلاد. اقيس البي اتش بالبي اتش ميتر، لو لقيتها تحت 7.35 تبقى اسيدوزس. طب هل هو ميتابوليك ولا ريسبيراتوري؟ اقيس احد شقين نسبه. طالب ذكي لاحظ ان هم بيزيدوا في الريسبيراتوري بيقل في الميتابوليك، وهفصل لكم بطريقه رائعه. مين مع المنطق الميتابوليك؟ اسيدوزس، يبقى مفروض الاحتياطي القاعدي، في واحد عنده اسيدوزس مفروض يقل، عنده اسيدوزس يبقى احتياطي القاعدي يقل، يبقى هو بيقل في الميتابوليك. انما الريسبيراتوري عكس المنطق، واحد عنده اسيدوزس والاحتياطي القاعدي زايد وهو عنده اسيدوزس، يبقى ده ريسبيراتوري. فبنقيس يا الالكالي ريزيرف يا اما الارتيريال سي او 2. ليه واحده بس فيهم بي سي او 2؟ لان هم دي اندر جو ذا سيم تشينجز. طب نيجي بقى في اصغر وحده ريفيه، ما عنديش امكانيات معمليه بس عندي عقل مش مهلبيه، من يقوم مقام البي اتش ميتر سي ان اس؟ ان لو انا عندي اسيدوزس المفروض ما انتجش اسيدز، يعني المفروض ارقد بلا حراك عشان ما انتجش اسيد، لان اوريدي عندي اسيد. فعشان كده ربنا خلى سي ان اس يبريس السينابتيك ترانسميشن. فلو لقيت العم الدهول يبقى ده اسيدوزس، العيان عنده تريمورز وتيتان كونفالشنز يبقى ده الكالوزس. طب من يقوم مقام الالكازير والارتيريال بي سي او 2؟ ابص على الريسبريشن. الميتابوليك مع المنطق علمونا في الريسبريشن ان الاسيدوزس بيستيميليت الريسبريشن، فلو لقيتها استيميليتد هايبر فنتيليشن ماشيه مع المنطق تبقى ميتابوليك اسيدوز. انما اسيدوزس اللي المفروض يستيميليت والريسبريشن انهيبيتد، عكس المنطق تبقى دي ريسبيراتوري اسيدوز، والعكس مع اولاد الالكالوز. انتقل للجزء الاخير في محاضرتنا دي وهو الاسهل، اللي هو الكيدني فانكشن تيست. وانا عارف ان في كثير من الجامعات ما عليهاش هذا الجزء، لكن انا بحب اقوله ان احنا عاوزين نعلم كلام كاملا. ارينا الفانكشن تيست واقولها في عجاله. احنا في عندنا اختبارات معمليه وفي اختبارات اللي هي تصويريه ايمجينج. خلاص، في المعمل في يعني تيست تعتمد على تحليل الدم بلاد اناليسيس او يورين اناليسيس نمره 2 او بلاد اند يورين اناليس، يعني ثلاثه، في بلاد نمره 1، يورين نمره 2، بلاد اند يورين نمره 3. نبتدي بالاختبارات المعمليه. في البلاد اناليسيس لو واحد عنده رينال انسفشنسي يعني خلل في الكليه، كل الارقام السته دي بتزيد. حلو؟ طيب ده انا هقراها بس معاكم، ان يعني وهنبه لنقاط خفيفه صغيره، انما يعني مش هعيدها كتير. نقيس البلاد يوريا اللي هي البولينه في الدم. المفروض اي طبيب يبقى عارف نسبتها من 20 الى 40 ملي جرام بيرسنت او ديسي لتر، يعني عش لتر اللي هو بيرسنت. علمناها قبل كده 20 ل 40 ملي جرام. نيجي بقى الحاجات اللي ما يعرفهاش اطباء، يعني كتير مش عارفين اللي هقوله ده، ان التجربه دي يا اولاد نون سبيسيفيك. يعني ايه؟ مش لازم لو البولينه عاليه في الدم، بتوع الماجستير وبتوع الدكتوراه يسمعوني كويس قوي، مش لازم يبقى لعان الكليه فيها انسفيشنت، ممكن يبقى عنده ليفر ديزيز، بتزيد في ليفر ديزيز. الام اي عيان عنده دي هيدريشن، لان لو انا الميه عندي قليله، احنا كنا مش هنمتص ميه، احنا قلنا يبقى في هذه الحاله اليوريا هتتركز فيبقى نسبتها عاليه جدا. اقول لك حاجه،
لو عيان عنده سيفير فوميتينج او داريا، انا عارف رقم مذهل، ممكن اليوريا في الدم تزيد تبقى 100 و200 واكتر حتى مللي جرام. هو ما عندوش كده، ما فيش اي حاجه، جاست عيان عنده سيفير فوميتينج وداريا. وطبعا بتزيد بس زياده طفيفه شويه بزياده البروتين انتيك، لان دي مصدر اليوريا. اذا ايه اهم حاجه تعرفها الاطباء اللي هم البوست جراديويت؟ ان زياده البلاد يوريا لا يعني بالتاكيد ان ده الكليه بايظه. ممكن الليفر، ممكن يكون عنده سيفير ديهايدريشن، فوميتنج، داريه، حاجات من هذا القبيل، او زياده في البروتين انتيك، بس دي ما تزودهاش قوي. يبقى تجربه نان سبيسيفيك دي اهم حاجه. زائد انها رف تيست، ما تقولكش الكليه بايظ فيها قد ايه بالظبط. يعني عشان تبتدي البلاد يوريا تزيد، اقول لك حاجه برضو اول مره يعرفها الناس بتوع الماستير، لازم اكتر من 3/4 الكليه تبقى بايظه. لو ربع الكليه بس يعني نص كليه موجود شغاله حلوه، نص كليه من الكليتين، يعني الربع، نص كليه من الكليتين، هتلاقي البلاد يوريا زي الفل. فاذنها رف تيست. مين التجربتين الاهم بقى يا اولادي بتوع الماستير؟ خاصه البلازما كرياتينين والبوتاسيوم، دول مهمين جدا، ده هم دول اللي بيحددوا نعمل غسيل كلى ولا لا. البلازما كرياتينين من 0.6 ل 1.5 ملي جرام بيرسنت او دي ال، ده مور اكيوريت دام بلاد يوريا. طب والبوتاسيوم؟ فاكر قلت لازم يقل، يبقى اقل من رقم الحسد عشان ما يحسدكش، 5 ملي ايكوفالنت بير لتر. اوعى تنسى ارقام البوتاسيوم 3 ما بكلش ان اقولهم، لازم البوتاسيوم يبقى تحت 5 ملي ايكوفالنت بير لتر. اكتر اين يخشاه القلب هو البوتاسيوم، لو زاد كمان 3 بقوا 8 يحصل اريزميا واي سي جي تشينجز وسلوينج اوف هارت، يبطل القلب. كمان 3 بدل 8 بقى 11، الهارت ستوبس ان ذا ستول. وقلت يا اولاد ان الحقنه المميته في بعض ولايات امريكا اللي بتعتمد الاعدام بالحقنه المميته ما هي الا بوتاسيوم كلورايد. في عمليات القلب المفتوح عشان يوقفوا القلب، يوقفوا القلب ويعرفوا يشتغلوا لحد ما يخلصوا العمليه، بيوقفوه بالبوتاسيوم كلورايد. البوتاسيوم لا يصح ان يزيد عن رقم الحسد 5.5، 5 ملي اكوفالنت بير لتر. هنا بقى بنقيسها بالملي اكوفالنت بير لتر. كمان 3 انذار، كارت اصفر، اي سي جي تشينجز واريثميا وسلوينج اوف هارت. كمان 3 كارت احمر، 11 كارت احمر تضطرب من الحياه، هارت ستوبس ان ذا ستول. دي ارقام مهمه جدا يا اولاد. عارف ان في ناس في بعض الجامعات العربيه ما ياخدوش الكلام ده الاندر جراديت، انما احنا بنقوله للجميع. انورجانيك فوسفات تبقى عارفه 2.6 إلى 4.5 ملي جرام بيرسنت. دي ال قلت يعني ديسي لتر، يعني كما الديسي متر عشر متر، الديسي لتر عشر لتر، يبقى 100 سنتي. سيرام يوريك اسيد بتاع مرض الجاوت، النقر اللي هو داء الملوك، بيبقى في الفيميل ما يصحش يزيد عن 6.6. حتى كنت احفظها بطريقه لطيفه، الست الستات الفيميل ما يزيدش عنها عن 6.6، 6.6 في الست 6.6، بينما في الميل ما يصحش يزيد عن 8.5. الميل بيبقى اعلى شويه، فاهم ليه؟ البلاد عشان طبعا الماسلز والحاجات دي واللحمه بتبقى اكتر. البلاد بي اتش يا اولاد قلناها انه الارتيريال 7.4، بس لازم في رينج يا اولاد 7.35، لو قلت عن كده بقى اسيدوزيس، 7.34 لو زاد عن كده يبقى الكالوس. دي التجارب بتاعه البلاد، مش عيدها تاني. نيجي اليورين اناليسيس تيست. الفوليوم نورمالي، الفوليوم اوف يورين يبقى من 500 الى 1500، من نص لتر لتر ونص بير داي. يحصل بوليوريا امتى؟ تبقى عارف شويه امثله في الام اس كيو، في الدايبيتس ميليتس، في الدايبيتس انسيبيدس، في عيان بياخد دايوريتكس اللي هم الووتر بيلز، اللي هم بيسموها كده ووتر بيلز. طبعا يجي له اوليجيوريا، يعني البول قليل، لو ما عندوش ميه هينزل بول ازاي وهو اساسا جسمه ما فيهوش ميه، دي هيدريشن. او في الاكيوت رينال فيلير، اكيوت رينال فيلير مش كرونيك رينال فيلير، اكيوت رينال فيلير. طب انوريا ما بينزلش بول خالص، ان يعني لا، او يوريا يعني يورين، بول يوريا يعني زياده في البول، اوليج يعني قليل، اوليجوريا نقص البول، ان يعني لا، انوريا يعني ما بينزلش بول خالص. فكر فيها، يا اما الوارد مقفول يا اما الصادر مقفول تماما. الوارد ان الفيسل مقفول، اكيوت فاسكولار ثرومبوز، مفيش دم بيروح للكليه، يبقى هتنزل ازاي بول ما فجلاش دم.
او جالها دم بس اليوريتر مقفول total urinary obstruction خلاص يعني اليور مقفول ما فيش مثلا البروستاتا تضخمت جدا بحيث قافله بوث يوريتر مش عارف ينزل او قافله اسف اليوريترا الاساس اسف قافله اليوريترا تماما مش عارف ينزل بروستاتا او عاد عنده كليه واحده وفي حصوه في اليوريترا يبقى فكر فيها الانوريا تبقى فكر في وارد وصادر يا اما ما فيش دم بيجي خالص اكيوت فاسكولار ثرومبوزس يا اما ماجري البول مقفول البروستات قافله اليوريترا تحت تماما واحد تضخم البروستاتا او كليه واحده ويوريتر في ستريكشر او في ستونز او مكان نيجي سبيسيفيك جرافيتي انا عاوز اعلمكم على سبيسيفيك جرافيتي قلتها قبل كده في محاضرات الاندوكراين انما اقولها في عجاله 1000 سنتي ماء يزن 1000 جرام ال 1000 سنتي ماء يزن 1000 جرام وعليه السبيسيفيك جرافيتي اوف ووتر 1000 لو حطيت في الألف سنتي مية صولت حجمهم يقعد ألف ليه؟ لأن جزيئات الصولت هتتغلغل بين جزيئات المية يبقى يقعد الحجم ألف بس لو دوبت فيهم عشرة جرام صولت بقى الألف يزنوا ألف وعشرة فإذا السبيسيفيك جرافيتي بتعبر عن مقدار الصولت المذابة في ألف سنتي مية مفروض ألف سنتي مية يزنوا ألف جرام لو مذاب فيهم 10 يبقى يزنوا 1010 وذاب فيهم 20 يبقى ما زال حجم واحد 1000 بس يزنوا 1020 يبقى السبيسيفيك جرافيتي تعبر عن مقدار المذاب في الماء ايه الحاجه اللي دايما هنا بقى في سؤال مهم جدا في الام اس كيو ايه الفرق بين الدايبيتس انسيبيديتس والدايبيتس ميليتس هما الاثنين ميه كتير بس واحد ميه بس الدايبيتس انسيبيديتس بسبب عدم وجود اي دي اتش فهي ميه بس فيبقى عنده لو سبيسيفيك جرافيتي انها في الدايبيتس ميليتس هو سبب الميه نزلت ليه؟ جلوكوز شد مع الميه يبقى ميه مليانه جلوكوز في حاجات مذابه فيها يبقى هاي سبيسيفيك جرافيتي تبقى ده سؤال مهم جدا في الام اس كيو الاهم بقى اللي هي جايه في العيانين اللي عندهم كرونيك رينال فيلير يعني الكليه مش شغاله كانها كيس يا اولاد البلازما زي ما بتدخل زي ما بتنزل في البول فبينزل البول عنده نفس السبيسيفيك جرافيتي بتاع البلازما هنا بقى في سؤال مهم جدا السبيسيفيك جرافيتي بتاعت البلازما كام 1010 وهفصلها الاجيال 10 10 10 10 10 جنب بعض يبقى لما الاقي السبيسيفيك جرافيتي بتاعت اليورين كلمتين لو وفيكسد يعني احرم العام الميه ينزل 1010 اشربه ميه كتير 1010 يبقى لا عارف يركز البول ولا عارف يخفف البول المايه زي ما بتخرج زي ما البلازما بتدخل الكليه زي ما بتنزل في البول مفيش كليه اساسا مفيش كليه كرونيك رينال فيلير البلازما زي ما بتدخل زي ما بتنزل لا بتتركز ولا بتتخفف فبيبقى فيكسد ولو عند 1010 ايه 1010 دي بقى السبيسيفيك جرافيتي اوف بلازما البلازما زي ما دخلت زي ما نزلت في البول مفيش كليه كرونيك رينال فيلير فبنحفظ فوليوم على السبيسيفيك جرافيتي نيجي ووتر دايوريسيس تيست احفظها مع ووتر كونسنتريشن تيست في التو تيست الاول تبتدي بانك تفضي المثانه البوليه عاوزين نشتغل على نظيف على جديد فضي يا ابني المثانه البوليه في الدايوريسيس تيست نشربه لتر ونص ميه مفروض لو هو الكليه حلوه كويسه تتخلص الميه دي وعليه ينزل يورين دايلوتد فمفروض على الاقل في اربع ساعات ينزل من لتر ونص 800 سنتي ميه طب وعليه يبقى نزل ميه كتير يبقى السبيسيفيك جرافيتي تبقى اقل من 1003 والاوزموتيك بريشر بتاعت اليورين تبقى قليله تحت البلاد 300 تبقى هي 80 ملي ازمول 80 ملي ازمول بينما في الووتر كونسنتريشن تيست برضه هيبتدي ان نشتغل على نضيف فضي يا ابني المثانه البوليه وبعدين تقعد 12 ساعه ما تشربش يبقى المفروض ان انا ما بشربش ميه يبقى الكليه تنزل كميه بول قليل ومركز فاليورين فوليوم يقل والسبيسيفيك جرافيتي تبقى عاليه اعلى من البلازما بقى اعلى من 1010 هناك كانت اقل من 1010 كانت 1003 انما هنا اعلى من 1010 تبقى 1025 ل 1030
والاسموتيك بريشر في اليورين يبقى اعلى من البلاد. البلاد 300 تبقى هنا 900، يعني تقريبا تركز ثلاث مرات اكتر من 900، اكتر من ثلاث مرات. وهناك تخفف تقريبا التول 300 بقت او اقل شويه 80 مللي اسمول. افهم طيب ده تجارب اليورين. نيجي التست بقى ديبندنج على البلاد واليورين. مفيش غير تجربه واحده اللي ديبندنج على البلاد واليورين اللي هي البلازما كليرانس. فاكر الكليرانس كانت سي اللي هي كليرانس تساوي ايه؟ يو في في على بي، حيث يورين كونسنتريشن يورين وبي كونسنتريشن ان بلازما. يبقى دي التجربه اللي لازم تقيس البلاد واليورين. يبقى مين التجربه الوحيده اللي فيها بلاد واليورين؟ البلازما كليرانس. وتحفظ معادله التاريخيه سي تساوي يو في V على P، حيث U الكونسنتريشن ان يورين و P الكونسنتريشن ان بلازما للماده دي. و V اوعى تنس، اوعى تنس فوليوم اوف يورين، افتح ودنك افتح ودنك، بير مينيت. ده ما اقولش بير مينيت دي هتاخد صفر. في ثلاث تجارب مهمه هنا. الكرياتينين كليرانس ده اللي بيحسبوا بيه الجلوميرال فلتريشن ريت، قلنا الموست تيبيكال هو الانيولين، بس ما بيستخدمناهاش لانها ماده اكسوجينس، فبنقيس ماده اندوجينس ليها الكرياتينين. يبقى في العالم واحد من اهم تجارب الكليه بيقيسوا الجلوميرال فلتريشن ريت مش بالانيولين، انيولين هو الموست تيبيكال، لكن لا يستخدم لانه اكسوجينس، هيحط عبء على الكليه، بتدي الكليه حاجه من بره وتقول لها لا تنضفيها وهي اوريدي تعبانه. يو اد اكسترا ورك تو ان اوريدي ديزيست كدني. تابع اول محاضرتين في كدني. فبنستخدم الكرياتينين كليرنس. المفروض الجي اف ار الرقم الرهيب فاكرينه اللي سقط 125 ملي لتر بير مينيت. طب عاوز اقيس البارا امينو هيبيوريك او الدايدراست كليرنس، ده بيميجر الافكتيف رينال بلازما فلو اللي هو كام؟ اي رقم ما بين 600-650 مقبول، ملي لتر بير مينيت افكتيف رينال بلازما فلو. بنجيب ماده توتالي سيكريتد ثرو سنجل سيركيليشن. ثم بقى في البلازما كليرنس اوف يوريا، دي ميجر الرينال تيوبولار فانكشن. طيب خد بالك اليوريا فيها كلام كتير. هيسالك اول سؤال ايه الفرق بان انا اقيس البولينا في الدم، اهي اول تجربه فوق بلاد يوريا، او ان انا اعمل اليوريا كليرنس. قلنا اليوريا البلاد يوريا دي نان سبيسيفيك تيست، ممكن تتغير في حاجه غير الكليه، انما اليوريا كليرنس تنظيف الدم من البولينا ده وظيفه الكليه، يبقى دي سبيسيفيك تيست، لو اتغيرت يبقى البوظان في الكليه. بينما لو البولينا في الدم تتغير لا، ممكن في الكبد، ممكن دي هيدريشن قلناها. هناك كانت فيري ليت تيست، ما تبداش البولينه في الدم تزيد الا لما يبقى اكتر من 3 ارباع الكليتين اتدمروا، يعني عندك نص كليه في ما اقل، انما دي فيري ايرلي تيست. ده مش كده وبس، وكوانتيتيف، ما هو كل ما الكليه تنظف حجم اقل من البولينه يبقى هي اكثر اضرارا. يبقى تقدر تقارن عيان بالتاني بالتالت، ان العيان ده اقل في الكليرنس من ده يبقى الكليه بتاعته بايظه اكتر. هنا بقى لأول مرة في صعوبة تانية في تجربة اليوريا، إن اليوريا الوحيدة اللي عندها معادلتين، لو حجم البول أكتر من 1 سنتي في الدقيقة تطبق المعادلة العادية الصحيحة C تساوي U في V على P خلاص، ويسموا ده الماكسيموم يوريا كليرنس. افهم احنا قلنا هو اليوريا يا أولاد، اليوريا قلنا بتبقى ماشيه في البول وبعدين بتمتص انت ملح ورا الملح ميه، فالتركيز البولي يزيد فيرجع تاني للدم. لما يبقى حجم البول كتير، فكر البول كتير اكتر من 1 سنتي في الدقيقه، يبقى البولينه مش هتتركز قوي في البول، يبقى الكميه اللي هترجع للدم تبقى قليله، ما تركزتش، يبقى كميه البولينه كتير نزلت في البول، فعشان كده يسموها كليرنس ماكسيمم. يبقى البول حجمه كبير اكتر من 2 سم في الدقيقه، ده بول رهيب 2 سم في الدقيقه، ده كميه في الدقيقه 2 سم، يبقى البولينه اللي في البول ما تركزتش. طب احنا قلنا كانت ايه اللي بيرجع البولينه تاني؟ ان انا لما بمتص الملح والميه فبتتركز البولينه فجزء منها يرجع الدم. طب هي في بول كتير، يبقى البولينه ما تركزتش في البول، ما تركزتش كفايه يبقى يرجع كميه صغيره.
وكميه كبيره تنزل، يبقى الجسم تخلص من كميه كبيره. لما البول يبقى كتير ما تركزتش البولينه في البول، ما رجعش منها كميه كبيره، تخلصت من كميه كبيره يسموها كليرانس ماكسيمم. وتطبق المعادله العاديه اللي هي الصحيحه سي تساوي يو في في على بي. المفروض الشخص الطبيعي ينظف 70 فيما هو فوق، خلاص ينظف 70 مليلتر بير مينيت من البولين. ليه بقى مش 125؟ ان في جزء بيرجع بس صغير. طب لو حجم البول اقل من 2 سنتي انا عنده دي هيدريشن، فكر يبقى بالعكس البول قليل، يبقى البولينه موجوده في بول قليل، الميه اللي في البول قليله وهي موجوده في بول قليل، يبقى تركزها في البول يبقى ايه يا اولاد؟ عالي جدا. البول اقل من 2 سنتي في الدقيقه، يبقى البولينه تركيزها عالي جدا لانها موجوده في 2 سنتي بس، يبقى كميه كبيره من البولينه ترجع الدم لانها مركزه هنا اكتر من الدم كتير، ترجع كميه كبيره، يبقى الكميه اللي تنزل يبقى قليله. بس ما يسموهاش بقى، مش عاوز عبط، كليرانس مينيمال. هنا مش غلطه الكليه، هي موضوع ميه، ان الميه قليله في البول فالبولينه بقى تركيزها عالي في البول اكتر بكتير من البلاد، فرجع كميه كتيره البلاد وكميه صغيره نزلت، فيسموها كليرانس ستاندرد. كليرانس ستاندرد، يبقى الاولانيه كليرانس ماكسيمم، انما دي كليرانس ستاندرد. واحكي لكم قصه، راجل اسمه فانس لايك لما طبق المعادله العاديه الصحيحه سي تساوي يو في في على بي، لقى الناس الطبيعيين حضرتك وحضرتك وعبد الله بيطلع لهم ارقام مختلفه، لان كلنا طبيعيين بس احنا كلنا في الصيف مثلا او كلنا دي هيدريتد في حجم البول قليل، بس ليه طلع الارقام مختلفه؟ المفروض الناس طبيعيين يطلع لهم نفس الرقم. ففان سلايك لقى انه لو لعب في المعادله بوظ المعادله رياضيا. المعادله بتقول سي في بي تساوي يو في في، يبقى سي تساوي يو في في على بي، ده المعادله الصحيحه رياضيا. لو بدل ما حط في حط الجذر التربيعي الفي سكوير روت اوف في، يعني في حاله لما حجم البول يبقى اقل من 2 سنتي، لقى ان لو حط الجذر التربيعي الفي وكده يبقى بوظ المعادله، لان المفروض ان سي في بي تساوي يو في في، ما تساويش يو في الجذر التربيعي الفي. لما بوظ المعادله لقى كل الناس طبيعيين طلع لهم رقم متقارب وهو 54 مليلتر بير مينيت. فكتبوا في كتب التاريخ ان فان سلايك فاوند امبيريكالي، يعني بمحض المصادفه ما يعرفش ليه، لقى الاول ان لما حجم البول يبقى اقل من 2 سنتي الناس الطبيعيين بيطلع لهم ارقام مختلفه. لو انه في الناس الطبيعيين اللي هم حجم البول اقل من 2 سنتي ما طبقش المعادله الصحيحه سي تساوي يو في في على بي اللي هي دي الصحيحه، وطبق سي تساوي يو في الجذر التربيعي الفي على بي، بيطلع لهم ارقام اكثر يعني قربا من بعض، اللي هي حوالي 54 مليلتر بير مينيت. فسالناه فان سلايك ايه الفكره؟ قال ما اعرفش، انا وجدتها كده، لما حطيت الجهاز التربيعي الفي الناس كلها طلع لها رقم مور ليس ذا سيم، اللي هو حوالي 54 مليلتر بير مينيت. انما انا اقول لك رياضيا هو ايه اللي حصل. هو احنا كلنا حضرتك وحضرتك وحضرتي تحت يعني في الصيف لما نبقى دي هيدريتد كلنا حجم البول تحت 2 سنتي خلاص، بس في تباعد، في اختلاف، يعني مش انا سنتي ونص، حضرتك سنتي وربع، حضرتك سنتي، في شويه اختلاف. لما تاخد الجذر التربيعي يبقى انت صغرت الصوره، قربت الاختلافات، فالرقم النهائي يتصلح. يعني هي خدعه رياضيه، انت قربت الارقام، كلنا تحت 2 سنتي بس حضرتك سنتي ونص مثلا، والعبد الله انا سنتي وربع وحضرتك سنتي. هو لما خد الجهاز التربيعي بتاع الاعداد دي طلعوا حاجه اكثر قربا، فطلع الاختلاف بسيط. الزو فان سلايك نفسه قال انا ما اعرفش لقيتها كده، بس الـ 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 يعني الرياضيون قالوا ان هو قرب، ان الجهاز التربيعي ده خلى الاختلافات اقل، فبدا للناس كلها رقم واحد. ايه اللي يهم حضرتك وحضرتك بقى في القصه دي؟ ان لما يجيب لك في الام اس كيو مساله خاصه باليوريا تصحى في اي ماده تطبق المعادله العاديه يو في في على بي، اي ماده في الجسم يجيب لك مساله في الام اس كيو يو في في على بي، لو جاب لك احسب الكليرنس على اليوريا اصحى حضرتك.
لو لقيت حجم البول اكتر من سنتي بديها نام تاني، طبق نفس المعادلة يوفي في على بي ويسموها كليرانس ماكسيمم، والطبيعي لازم يطلع حوالي 70. لو خدعك وده اللي غالبا بيعمله، يجيب لك يوريا وحجم البول اقل من سنتي. دي المادة الوحيدة في الحالة الوحيدة التي لا تطبق المعادلة الصحيحة رياضيا وهي يوفي في على بي، وانما تطبق معادلة خطأ رياضي، لان احنا بنقول سي في بي تساوي يو في في، اذا سي تساوي يو في في على بي، دي المعادله الصحيحه، لا تساوي يو في جهاز التربيعي في على بي، ده غلط. بس غلط صلح غلط، ان الاختلاف لما البول يبقى اقل من سنتي، لو خدت الجهاز التربيعي في كل الناس قربوا لبعض فيطلع لهم رقم مور اور ليس ذا سيم اللي هو 54. ومش عاوز عبط، ما سميناهاش دي ماكسيمال يوريا كليرنس. فاهم ليه؟ لان بول كتير يبقى ما بنلحقش نرجع البولينة للدم لان ما تركزتش، بنخلص من بولينة كتير، بننظف كتير، ماكسيمم كليرنس. انما بول قليل يبقى تركيز البولينة عالي قوي في البول، ففي كمية بترجع للدم يبقى خلصت من كمية صغيرة، مش عيب الكلية، فسموها ستاندرد يوريا كليرنس، ما سموهاش مينيمال. يبقى ماكسيمم هنا مش عكسها مينيمال، عرب ما بحبوش ستاندرد يوريا كليرنس. ولا تطبق المعادلة الصحيحة، وانما تطبق المعادله الخطا رياضيا، اللي بانس لايك عملها غلط بوظ المعادله وما عرفش ليه اتصلحت، بس الرياضيون عرفوا قالوا لنا عشان هو قرب الاختلافات لما خد الجهاز التربيعي الفي. اما تصغر الصوره العيوب ما تبانش جامد، اي صوره حتى في المنطق انسى الرياضه، كل ما تصغر اي صوره العيوب تقل. فالجهاز التربيعي الفي بيقرب الاعداد من بعض، بيخلي الاختلافات اقل، فيطلع لهم مور ليس نفس العدد اللي هو 54. هقولها تالت. يبقى في أي مادة يجيب لك مسألة للكليرنس تطبق المعادلة الصحيحة سي تساوي يو في في على بي، حيث يو الكونسنتريشن إن يورين، بي الكونسنتريشن المادة دي في البلازما، في الفوليوم في يورين. لو لقيت لازم حاجتين عشان تطبق المعادلة دي، مش حجم البول أقل من سنتي، لازم تبقى يوريا، أدي الشرط الأول، هو عاوز الكليرنس يوريا. لو حجم البول اقل من سنتي لاي ماده تاني تطبق المعادله الصحيحه برضه. يبقى كام شرط عشان تطبق المعادله دي؟ 2. 1 ان يطلب كليرنس يوريا، ادي اول شرط كده تصحصح، وحجم البول يبقى اقل من سنتي. يبقى لما يقول لك احسب البلازما كليرنس يوريا تصحى، حجم البول اكتر من سنتي طبق نفس المعادله يو في في على بي، يوريا وحجم البول اقل من سنتي لا، طبق المعادله الخطا الرياضي سي تساوي يو في الجذر التربيعي الفي سكوير روت اوف في على بي. فان سلايك هو اللي عمل المعادله دي وما عرفش ليه الجذر التربيعي رجعها مظبوط، انما الرياضيون قالوا لانه صغر الاختلافات. قلت سؤال مهم جدا يا اولاد، ايه الفرق بينك تقيس بولينه في الدم وتقيس اليوريا كليرانس؟ طبعا اليوريا كليرنس برضه عشان تبقى فاهم بتجربه بتاخد يوم، عارف ليه يوم؟ لان انت لازم تجمع البول في 24 ساعه في جيركل، وبعدين تقسم على 24 يبقى ده في الساعه، تقسم على 60 يبقى في الدقيقه. ان اصعب حاجه اللي بتخلي التجربه بتاعه الكليرنس عموما تتعمل في يوم، لما تعمل كليرنس بيدوك جيركل تجمع فيه البول لمده يوم، وبعدين يقسمه على 24 يبقى دي الكميه بتاعه الساعه، لان اليوم فيه 24 ساعه، ثم تقسم على 60 لان الساعه فيها 60 دقيقه، تطلع بتاع الفوليوم يورين. يعني اصعب حاجه في المعادله مش اليو والفي، اليو تركيز الماده في اليورين سهل، ناخد عين البول ونقيس تركيز في البول، بي التركيز في البلازما سهل، انما الفي دي اصعب حاجه انها الفوليوم في اليوم، فعشان كده التجربه بتقعد لمده يوم، اسف الفوليوم في الدقيقه، الفوليوم في الدقيقة، في ده الفوليوم فيرم في الدقيقة، بنعمل تجربة لمدة يوم ونقسم 24 يبقى ده بتاع الساعة على 60 يبقى بتاع الدقيقة. فتجربة بتاخد وقت طويل اليوريا كليرنس، بس تديني معلومات ألطف. قلنا إنها سبيسيفيك ما تتغيرش غير لو الكلية بايظة، إنما البولينة في الدم كده في المطلق 20 40 مللي جرام دي ممكن تزيد في معظم في الليفر مش في الكلية خالص، ممكن عنده سيفير ديهايدريشن فوميتنج أو دارية تزيد وكال بروتين كتير، انما دي سبيسيفيك لا يمكن تتغير غير لو كان البوظان زي ما قلنا يا اولاد فين في الكليه. وقلنا ايرلي تيست هناك ما تزيدش غير لو كان اكتر من 3 ارباع كليتين باظوا، نص كليه بس اللي شغاله، انما هنا لو اي بوظان في الكليه يخلي الارقام دي تقل، الكليه ما تنضفش كويس،
يطلع الرقم اقل من 70 في الماكسيمم كليرنس او اقل من 54 في الستاندرد بي. وبعدين كوانتيتيف حضرتك طلعت مثلا الفوليوم فيرن تحت سنتي وحضرتك طلعت 40 وواحد تاني طلع 30 وواحد تالت طلع 20 يبقى حضرتك كليتك بايظه بس احسن من اللي طلع 30 وال30 احسن من اللي طلع 20 يبقى كوانتيتيف تيست. نيجي الايمجينج تكنيك يا اولاد اللي هي التصوير بقى. يبقى خدنا التجارب المعمليه, في تجارب تعتمد على البلاد وتجارب تعتمد على اليورين وتجارب تعتمد على البلاد واليورين اللي هو الكليرنس. الايمجينج تكنيك اربعه, يبقى المعامل ثلاثه, يورين وبلاد ويورين وبلاد. هنا نعمل بلين اكس راي. طبعا معروف البلين اكس راي دي بتبين الراديو اوبيك كالكولاي, يعني الحصوات اللي هي ما بتنفس الاشعه السينيه اللي هي غالبا بتبقى كالسيوم, حصوات كالسيوم, وتبين لو حصل كالسيفيكيشن في المجاري البوليه. الانترافينس يوروجرافي اللي هو الاشعه بالصبغه. قلنا مين بقى الماده اللي بيستخدموها في اشعه الصبغه؟ الايودين اللي هو الدايدراست. ايه ميزه الدايدراست؟ قلنا انه ماده بتبقى completely secreted فتركيزها عالي جدا في المجاري البوليه through single circulation, فنقدر بقى بتشوف بقى شكل المجاري البوليه مرسوم لان في صبغه باينه, فتشوف بقى اذا كان في ستريكشر ضيق, في دايليتيشن اتساع في اليوريتر, ما منزلش صبغه خالص يبقى الكليه non functioning. اديت الصبغه ولقيت المجاري البوليه مش باينه يبقى الكليه ما عملت لهاش سكريشن يبقى الكليه دي واقفه. او تشوف الايه الحصوات اللي هي راديو ترانسلوسنت يعني غير منفذة للأشعة, لأن في الحالة دي بص لو حصوة اهي هرسمها لك رسم, حصوة منفذة للأشعة السينية. طب هشوفها ازاي بالأشعة بالصبغة اهي. بص يا ولاد بالشكل ده ان الحصوة المكان بتاعها ما اتملاش بالصبغة يبقى تبان از يعني ديفكت, فيلينج ديفكت, حته ما اتملتش يبقى دي فيها حصوه. الحصوه دي ما اتملتش بالاشعه السينيه لانها ما فيهاش كالسيوم, انما تبان بالاشعه بالصبغه لان الحته اللي موجوده فيها ما اتملتش بالصبغه فتبان از فيلينج ديفكت. طبعا لو ما لقيتش صبغه خالص يبقى الكليه دي نون فانكشن, وممكن الاقي بقى اليوريتر ضيق في حته او متسع في حته, ده الفكره بتاعتها. الترا سونوجرافي اللي هو بالموجات اللي هي الصوتيه فوق صوتيه اسف, الترا سونوجرافي دي بتبين اساسا سوفت تيشو يعني ما بتبينش عظم ابدا ولا ستونز ولا كالسيفيكيشن, فبتبين لك سوفت تيشو زي الكليه ككل, رينال سايز, وضع الكليه, البوزيشن, فيها ورم, فيها سيست, فيها يعني حويصله, فيها دايليتيشن في الكوليكتنج سيستم, اليوريتر واسعه ضيقه, حاجات زي كده. في كمبيوتر توموجرافي بعد كده اللي هي الاشعه المقطعيه بالكمبيوتر. تومو يا اولاد يعني مقطع, جراف يعني صوره, كمبيوتر يعني كمبيوتر. فالسي تي اختصار كمبيوتر يعني بالكمبيوتر, تونو يعني مقطع, جراف يعني صوره, تصوير بالمقاطع الاشعه المقطعيه. دي احسن حاجه بتبينها التيومر اور سيستس. انا بقول الكلام ده للبوست جراديويتس او للاندر جراديويت لو كان في جامعاتكم العربيه بتيجي لك الكلام. اخر حاجه عاوز اقولها في خمس دقائق كده في عجاله اللي هي الكرونيك رينال فيلير يا اولاد, اللي هو وهو موجود في بلادنا بنسبه كثيره جدا, واحد اهم اسبابه الهايبرتنشن اللي هو القاتل الصامت والديابيتس, اهم سببين للفشل الكلوي اللي هو الضغط. فعشان بقول ان يعني نص الناس اللي عندهم ضغط مرتفع ما مش عارفين لان ما بيقيسوش, ده من اهم اسباب بوظان الكلى وانك تدخل في كرونيك رينال فيلر او دايبيتس, وفي اسباب اخرى بس انا قلت اهم السببين. فبليز الناس اللي عندها ارتفاع في ضغط الدم او عندها سكر لا تهمل على الاطلاق في علاج ارتفاع الضغط او السكر, انه هينتهي بفشل في الكلى كرونيك رينال فيلر. حتى الضغط الدم بيسموه اللي هو المرتفع بيسموه سايلنت كيلر يعني القاتل الصامت, لان في ناس كتيره نص الناس اللي عندها ارتفاع في الضغط مش عارفه ضغطها عالي فيسموه سايلنت كيلر. ده احد عيب ارتفاع الضغط انه يدي كرونيك رينال فيلر. لكن طبعا في عيوب ثانيه ممكن يدي ستروك يعني يتشل الشخص ان ينفجر احد الاوعيه في المخ, او يدي هارت فيلر, او يبوظ الكروناري, او يبوظ العينين, في حاجات كتيره قوي.
اهم خمس حاجات للكرونيك رينال فيلير حفظتها لاجيال يا اولاد، خمس اعراض للكرونيك رينال فيلير، هو ثلاثة بحرف الاي، ازوتيميا يعني زيادة المواد الازوتية التي تحتوي على نيتروجين، انيميا بسبب نقص الاريثروبيتين، قلنا 85% من الاريثروبيتين بيطلع بالكلية، فكل العانين كل العانين اللي عندهم فشل الكلوي عندهم انيميا بسبب نقص الاريثروبيتين ولازم نعالجه من نديهم اريثروبيتين. اسيدوزيس ليه؟ لان الكلية ما بتتخلص من الفيكسد اسيد، فبيزيد الاسيد ويست برودكتس وبيقل البفر. هي كانت وظائف الكلية ايه يا اولاد في الاسيدوزيس؟ تتخلص من الاسيدز وتزود البفر، يبقى العكس، الاسيد حصل لها ريتينشن ويست برودكت الفيكسد اسيد والبفر قلت، وبعدين بيبقى عندهم هايبرتنشن بسبب زياده الرينين. وابنورمال كالسيوم مهم يستيز، اوعى تنسى، لان الاكتف فورم اوف فيتامين دي اللي هو 125 داي هيدروكسيكول كالسيفرول بيتعمل في الكليه. حفظتها الاجيال، اوعى تنسوها في حياتكم يا اولاد، سبيشال بوست جراديويت. الكرونيك رينال فيلير فيها خمس حاجات مهمه، AAA 3A ازوتيميا زيادة المواد الازوتية اللي زي اليوريا اللي هي النيتروجينس برودكتس اللي فيها نيتروجين يعني ازوتيميا، انيميا اند اسيدوزيس. الانيميا بسبب ان مفيش اريثروبيتين لان 75% منه بيطلع بالكلى، اسيدوزيس لان الكلى المفروض تعمل حاجتين، تتخلص من الفيكس الاسيد وتزود البفر، يبقى بالعكس الفيكس الاسيد زاد والبفر قل، زائد حاجتين مش بحرف الاي، هايبرتنشن بسبب زياده الرينال ولخبطه في البونز والكالسيوم والميستيزيس، تبقى فاهمينها ليه تنسوها كلكم بسبب نقص ال 125 داي هيدروكسيكوليك كالسيفر. طيب نعالج ازاي كرونيك رينال فيلير يا اولاد؟ بنعالجها على النحو الاتي. الكرونيك يعني بنعمل العلاج المؤكد ان احنا نعمل طبعا كيدني ترانسبلانتس اللي هو نمرة 2، نغير الكليه، دي العلاج الاساسي لو قدرنا نعمله. هنا عشان تقول ان العمليه نجحت لازم الجلومير فلتريشن ريت بعد نقل الكليه يرجع ما بين 120 و150، ما احنا عارفين ان هو نورمالي 125، ولازم نصلح الابنورمال كالسيوم ميستيزيس، كالسيوم ليفل تتصلح ولازم الانيميا تتصلح. يعني تقول ان ده سكسسفول رينال ترانسبلانت، نقلنا كليه والنتيجه رائعه لو حصل ثلاث حاجات، لو الجلومير فلتريشن ريت رجعت ما بين 120 و150، الكالسيوم رجع للنورمال، الابنورمال كالسيوم هيموستيزيس كوركتد، والانيميا. يبقى يشوت كوركت ثلاث حاجات، الجلومير فلتريشن ريت، الكالسيوم، والانيميا، يبقى تبقى العمليه فاشله. طب واحد ما مش قادرين نعمل له نقل كليه لسبب او لاخر، او مستنين الكليه، بنعمل له داليسيس غسيل كلوي. ازاي؟ الفكره ان احنا بنمرر سائل، فالمواد الوحشه اللي في البلاط تنتقل لهذا السائل ناخدها، يبقى بننظف السائل ده. في طريقتين، في الكيدني ماشين اللي هي يعني عارف الهيموداليسيس دي الاغلى طبعا، بيقعد العيان على المكنه لمده 6 ساعات وبنعملها له مرتين لثلاثه في الاسبوع. في البلاد اللي معاها فلوس بيعملوها 3 مرات في الاسبوع، البلاد الافقر بيعملوها مرتين في الاسبوع. مفروض ان في اثناء ال6 ساعات دي الفكره ان الدم بيمر مفصول عن سائل معين بواسطه السيمي بيرميابل ميمبرين، بيفوت الحاجات الوحشه وما يفوتش حاجات كويسة. فبنرموف اليوريا، مفروض في نهاية الجلسة نكون شلنا حوالي مثلا من 50 ل 250 جرام في ال6 ساعات اللي هو قعدهم على جهاز الغسيل الكلوي، نشيل التوكسينز ونرجع له تاني البايكربونات في الأسيدوز. ساعات ما يبقى أجهزة الكلية يا أولاد عندنا مش كفاية، فبنستخدم ممبرين موجود في جسمك أساسا اللي هو الغشاء البريتوني، وبيبقى بيسموه موبايل. ليه بقى؟ لأن حضرتك هتقدر تمشي وانت بتعمل غسيل، نملى التجويف البريتوني بسائل ويتم الدم يتبادل مع الغشاء البريتوني بتاعك، يحط الحاجات الوحشه في السائل ده وبعد كده نشيل هذا السائل. يبقى الفلويد از كولكتد في البريتونيال كافيتي اللي مليناه بسائل معين بعد 4 ل 8 ساعات، بعد 4 تو 8 اورز ليتر. الدالسيس فلويد شود كونتين، لازم الدالسيس فلويد نحطه في الغشاء البروتيني بتاعك يبقى فيه بوتاسيوم اقل من البلازما، عشان البوتاسيوم الزياده في البلازما اللي هو خطير ممكن يوقف القلب نخلص منه. وشود بي بافرد، ولازم السائل ده يبقى فري اوف يوريا عشان ياخد كل اليوريا اللي وحشه اللي في الدم. اند هاز هاير اوزموتيك بريشر ذان البلازما، لكن الاوزموتيك بريشر بتاعه يبقى اعلى من البلازما. فاهم ليه؟ عشان خاطر يشد الميه من العيان، فحجم الدم بتاع العيان يقل فيقل الارتيريال بريشر، ما هم بيبقى عندهم هايبرتنشن.
يبقى ده علاج العيانين اللي عندهم كرونيك رينال فيلير يا اولاد. العلاج الاساسي تعمل كيدني ترانسبلانتس. خلاص اللي قلنا ان هو لازم تكوريكت ثلاث حاجات، لازم الجي اف ار يرجع للنورمال، لازم تكوريكت الابنورمال كالسيوم ستيزس، ولازم الانيميا تروح لحد ما تعمل زراعه كليه او يجوز عام مش قادرين مش هنعمله في عيانين ما يقدرش يعملوا زراعه كليه، بنعمله غسيل داليسيس يا اما بممبرين بتاع الكيدني ماشين اللي هو جهاز الكليه الصناعيه اللي هو بيقعد عليه 6 ساعات مرتين 3 في الاسبوع بيخلصوا من اليوريا وبيحط بيرجع له تاني البايكربونات، بيخلصوا من اليوريا والتوكسي ويرجع له البايكربونات. يا اما لو مفيش اجهزه كافيه بنحط الفلويد جوه التجويف البريتوني وبنستخدم الغشاء البريتوني بتاع العيان البريتونيوم يعني في ان هو يتبادل معها الحاجات اللي مش عاوزينها. احنا عاوزين نخلص من البوتاسيوم وعاوزين نخلص من اليوريا والتوكسينز والحاجات دي، لكن عاوزين نسيب له البفر، عاوزين ناخد فلويد، فعشان كده بيبقى هاي اوزموتيك بريشر عشان ننقص له الضغط. ولا تنسى ان اهم حاجتين يا اولاد بقولها لكم في الاخر، بيقولوا بتزرع اسف بتاع اللي عنده كليه كرونيك رينال فيلر، لا اللي هم الكرياتينين والبوتاسيوم. اي عيان البوتاسيوم عنده يزيد قلنا المفروض نورمال تحت رقم الحسد 5، لو زاد فوق 6 بنخاف القلب لا يقف فبنعمل له غسيل كلوي. والكرياتينين اللي هو قلنا من نص لواحد ونص لو زاد، بس ده لازم يزيد لارقام عاليه مثلا 5 7 حاجات زي كده او فوق كده يعني، بنبتدي نعمل له غسيل كلوي. المهم اهم حاجتين بيحددوا او بالحاجات المهمه، غير طبعا انا عنده كل ظواهر الفشل الكلوي انا دلوقتي مش هشرح عم ربطنا عشان اشرحها، انها من اهم الحاجتين اللي بنقيسهم البوتاسيوم اللي هو نورمالي تحت رقم الحسد 5 ملي اكوفيلنت بير لتر، والكرياتينين اللي هو نورمالي تحت من نص ل 1.5 ملي جرام بير سنت. دول اهم حاجتين في القياس يحددوا وضع الكليه بتاعتك. يعني لو عام معهوش غير فلوس قليله وعاوز تقيس له حاجتين في اختبارات الكليه، قيس له الكرياتينين والبوتاسيوم، دول اهم حاجه. وبكده يا اولاد يبقى خلصنا برانش الكلية النهاردة، كان محاضرة من قسمين الاسيد بيز بالانس، وفي الجزء الثاني اتكلمنا على الديستيربنس والاسيد بيز بالانس وعلى رينال فانكشن تيست والفشل الكلوي وعلاجه. ولا تنسوا اولاد مساندة الاطفال، يعني زي ما الناس بتساعدنا، الناس تملي كلها بتساعدنا، مفيش حد كده شغال في الدنيا دي لوحده، شغال بمساعدات الاخرين، فاحنا علينا اولاد احنا نساعد الاخرين. فبليز لا تهمل ولا تاثر وتقول المكالمه اللي هعملها هتفرق ايه، لا البحر عداده من نقاط يا اولاد، البحر عباره عن نقط، يعني حضرتكم ادوا النقاط الصغيره المبالغ الصغيره دي، تعلم نعمه العطاء وانت صغير عشان تشب عليه وانت كبير، يمكن دي تفرق، يمكن انت ربنا رحمك من مرض يعني عضال زي السرطان، اداه لاخوك في الانسانيه خاصة لما يبقى طفل يعني وكان مفروض ينعم بحياته، فهو في الآخر بيعاني بقى من السرطان لهذا الوباء. بليز يعني أنا بتحايل عليكم ساندوا هذه الأطفال، أنا عارف إن أنتوا هتعملوها لوحدكم ولا تحتاجوا أبدا إن أنا أقولها، لكن يعني هذه المحاضرات كانت لمساندة وستظل لمساندة الأطفال من مرضى السرطان، وأتمنى أن ربنا يوفقني وإلى النفس الأخير في هذه المهمة وفي مهام أخرى كلها تبقى لخير الإنسانية. أشكركم يا أولاد على وقتكم، وأتمنى أكون أفدتكم، ويعني أسعد بلقائكم دائما أبدا، وألقاكم قريبا بإذن الله. شكرا يا أولاد، أنا متشكر جدا.